الراديو 90-90 هواها مصر. رجعت لكم مرة تانية وحصريات راديو سكوب، هنبدأها حالا مع بعض. وبدأ الهضب عمرو دياب التحضيرات الخاصة بالألبوم الجديد اللي بينتظر ان هو او طرحه يعني في نهاية السنة ان شاء الله، فهو هينزل يعني على اخر السنة. وزي ما عرفنا بدأ الهضب ان هو يسمع عدد من الاغاني واختار 4 اغاني بالفعل، في انتظار ان هو يحسم قرار باقي الاغاني خلال الفترة اللي جاية. اللي عرفناه كمان الهضب هيرجع تاني يتعاون مع الملحن الموسيقار عمرو مصطفى اللي غاب عن ألبومات الهضبة لأكتر من سنة قبل ما يرجع مرة تانية في الألبوم الأخير مع عدي الناس بأغنيتين من أهم أغاني الألبوم. طبعا معروف عن عمرو دياب برضو عن الهضبة يعني إن هو بيختار أغاني كتيرة جدا 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 وبيتأنف ان هو في اختيار اني اغنيه منهم اللي هتنزل في الالبوم. اخبار كتيره انتشرت خلال الساعات اللي فاتت عن تاجيل مسلسل هيفاء وهبي وخروجه من السباق الرمضاني، ده بسبب تاجيل التصوير اكتر من مره. هيفاء قررت انها تقطع الشك باليقين في الخبر ده، واكدت ان التصوير تاجل بسبب عدم الانتهاء من الديكورات، وقالت كمان انها هتكون متواجده في رمضان وان تجربتها الجديده مع الدراما هتكون اقوى من كل تجاربها اللي فاتت. في سريه تامه بقى بيحضر كريم عبد العزيز فيلم جديد مع المخرج خالد مرعي وما استقروش لحد دلوقتي على اسمه، لكن زي ما عرفنا اتفق كريم بشكل نهائي مع منة شلبي وغادة عادل ان هما هيشاركوه بطولة الفيلم اللي من المتوقع تصويره بعد عيد الفطر ان شاء الله اللي جاي.